وعدنا والسبيشال كله عندنا. بدأنا حلقتنا النهاردة قلنا بسم الله الرحمن الرحيم زي ما عودناكم معاكم في كل المناسبات. النهاردة أول يوم في الكحك معانا على قناة الحياة، عملنا لك عجينة الكعك بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها، وعملنا لك الخلطة بتاع ريحة الكحك عشان المقيمين في الدول العربية والأوروبية. هتسعدي ولادك وإحنا في أيام الأزمة بتاع الكورونا دي، اقعدي وخلي العيال يعملوا معاكي ويساعدوا معاكي، الموضوع سهل جدا. زي زمان طبعا البيوت كلها المصرية كانت مفتوحة على بعض وبالصاجات وبالطاولات وبنروح لفران زي زمان كده مع بعض. دلوقتي الدنيا اتحسنت وعندنا بوتاجازات في البيت فيها افران محترمه، نقدر برضو نلم العيال بس يكون مسافات بعيده عشان موضوع كورونا، وربنا يعدي الامور على خير ان شاء الله. عشان استعمل واعمل عجينه كحك كويسه جدا جدا لازم استعمل دقيق مكتوب عليه دقيق للكعك عشان ما يكونش له عرق وما يكونش يمتص الماده الدهنيه السمنه بتاعتي. يبقى كيلو من دقيق مكتوب عليه الكعك، مش دقيق من جميع الاستعمالات، خدي بالك مش جميع الاستعمالات، الدقيق اللي مكتوب عليه جميع الاستعمالات ده له عصب له عرق هيعمل لك مشكله مع عجينه الكحك. بحط له معلقتين كبار او ربع كوبايه من السكر، ربع كوبايه من السميد، بحط له ربع معلقه كبيره من الملح، ربع معلقه كبيره من ريحه الكحك، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر يعني باكو بيكنج باودر. عايزاه ناعم بديله كوبايتين ونص من السمنه من العلبه مباشره، وكوبايه لبن اسمغها كويس قوي، وبعد كده عجنها واسيبها تريح لمده نص ساعه. اما الخلطه بتاعه ريحه الكحك هي روم قرفه وقرنفل وحبهان وكبيبه صيني، تحطي معلقه 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 باودر وتخلطيها وتاخدي منها حسب كميه الدقيق. واتفقنا اللي بيعملوا بالايه بالكميه، الكميه دي بتعمل بعد الناتج التسويه كيلو ونص، قبل التسويه 2 كيلو الا ربع، بعد التسويه كيلو ونص، لو ضفت لهم السكر هيبقوا 2 كيلو. خدي بالك لو انت سكرتيهم وبعتيهم لحد او بعتيهم بعد السكر هيبقوا 2 كيلو، فدي كيلو دقيق. وحطيت كمان 50 جرام سكر و50 جرام سميد او سمسم ابيض و5 جرام ملح و5 جرام ريحه كحك و20 جرام بيكنج باودر وعليهم نص كيلو سمنه وعليهم 200 مل من اللبن، فيعملوا لك 2 كيلو الا ربع. بعد التسويه بيخفض 10% يعني كيلو ونص. اهم خدي بالك من التفاصيل، المعلقه الكبيره والمعلقه الصغيره. تعالى بقى لو بعد ما العجينه استريحت عندي نص ساعه، تعالى بقى نقطع عشان هتستريح تاني نص ساعة واغطيها عشان ما تاخدش ايه اي رطوبة من الهواء، واشغل الفرن على درجة حرارة 180 حرارة متوسطة 25 دقيقة. النقطة المهمة وباكد عليها ان الكعك لازم يبرد على الصاج بتاعه، خدي بالك بعد ما ياخد اللون الذهبي من فوق ومن تحت ذهبي فاتح تسيبيه النقطة مهمة جدا في التسوية، التسوية بتاع الكعك لو التسوية ما استوتش مش هيبقى كريسبي معاكي، هيبقى معجن وهيلزق في سقف حلق بقك، فخدي بالك من التسويه مهمه جدا جدا جدا، لازم يستوي كويس ياخد اللون الذهبي من فوق الفاتح ومن تحت وتسيبيه يبرد يمتص الحراره اللي على الصاج. تعالى نعمل اول حاجه العجينه بتاعتي اللي هي ايه؟ الساده، الكعك الساده. هاخد الكميه بتاعتي واروح جايه مسمغاها برده كده اهو تاني وابدا اقطعها. خدي بالك بقى من المقاسات. ده خدي بالك من المقاسات، المقاسات دي احنا عاملينها المقاس الصغير ده ليه يا حسن؟ خدي بالك اهو تقدري تعملي المقاس اللي انت عايزاه. انا بعمل المقاس الصغير ده على اساس انت هتاخدي واحده ولا اتنين يكونوا خفاف عليكي. وبعد كده يا حسن لو انت حاطه روج وبتاكلي كحك مش هيبوظ الروج. خدي بالك اهو زي ما انت شايف كده قدامك اهو المقاس اهو. تعالى نحط اهو في الصينيه قدامك اهو. بنفس الطريقه اهو. قدامك اهو لفه كده العجينه مسمغه وماشيه معاك زي الفل زي ما انت شايف كده قدامك. اهم حاجه العجينه تبقى مسمغه وتروحي جايه حطها جنب ده، وبعد كده ريحيها بايديكي كده اهو. تعالى بقى اجيب البصامه اللي انا جايبها محلات الادوات المنزليه. العجينه اهي زي ما انت شايف كده يا ياسر، تعالى بصم كده اهو. بص البصمه مارك، وادي المارك التاني اهو، وبعد كده تحط في الدقيق كده وتديها مارك اهو. ليه يا حسن المارك ده؟ عشان يثبت عليه بعد التسويه السكر، عشان يثبت بعد تسويه السكر. انت فاكره المنقاش بتاع زمان ديت مكان المنقاش يا ياسر، يعني دي مكان المنقاش بتاع زمان. عايزه تنقشي زي ما انت عايز، عندك منقاش زي ما انت شايفه كده قدام. يبقى ده اول حاجه الكعك الساده. تعالى ناخد الكعك الملبن بنفس الطريقه اهو. بقطع اربع حتت على قد الحته اللي فاضيه في الساج قدامك اهو، وبفتحهم كده يا ياسر، وبحط فيها كل قطعه واحده ملبن
اللي انا اديته الزبده او السمنه عشان ما تنشفش في التسويه. قدامك اهو يا ياسر يا جمالك، واروح مقفلهم كده كل تفاصيلك كده قدامك اهو، قفل عليهم في ايدك او على الرخامه زي ما انت عايزه اهو. وتاكدت تروح واخداهم بقى، ياخدهم عاملاهم كوره تمام. يا جمالك يا عم زكريا، تعالى كده اهو، حطها جنب اخواتك، وادي اهو قفلي اهو يا عم زكريا. يا تفاصيلك واحده واحده، اهم حاجه سمغيها، اقفليها كويس قدامك اهو، وبالشكل ده كده اهو. تعالى بقى كده اهو، بعد ما حطيتهم كده يا ياسر تريحيهم كده يا ياسر، زي ما انت تريحيهم بايدك كده، واجيب المارك بتاعي، البصامه بتاعتي. تعالى اجيب البصامه بتاعتي يا ياسر اهو، وابصم ابصم. بص المارك عامل ازاي، هو التفاصيل كده قدامك اهو، ابصم تمام يا جمالك. تعالى بعد كده نعمل العجوه، العجوه برضو اديناها زبده او سمنه عشان تبقى طريه بنفس الطريقه اهو يا ياسر. بقطع القطع بتاعتي المقاس اللي احنا اتفقنا عليه قدامك اهو، العجينه مسمغه وزي الفل قدامك اهو، واروح واخد العجوه حطها جواها، قطع العجوه قدامك بالتفاصيل كده قدامك. هعمل لك اللاين كله على حاتين ان شاء الله النهارده وبكره كعك، عشان ما تبقيش عندك اي مشكله في الكعك. واقفلها كده يا ياسر، واقفلها كده زي ما انت شايفه كده قدامك، عشان تعملي احلى كعك في الدنيا. واروح جاي مسمغاها تاني كده يا ياسر، واروح جاي حطاها جنب اخواتها، وهو لفهم كده اهو، وادي اروح حطاهم كده. المقاس راجع لك انت بقى مش ليا، انا بعمل مقاس صغير عشان تستمتعي بطعم الايه الكعكه صح الصح. وادي قفلته اهو كده تمام، ريحها بايديكي كده الاول قدامك اهو، وبعد كده اجيب المارك اللي هي ايه البصامه بتاع الكعك. يا تفاصيلك يا تفاصيلك يا عم ياسر يا جمالك. النقطة المهمة بقى، عشان لما تيجي تلمي، عشان لما تيجي تلمي هتعملي ايه؟ نمتاج لكل منتج، ده سادة تحطي فيه حتة عجينة، ده ملبن تحطي له ملبن، ده عجوة تحطي له عجوة على الصاج، عشان وانت بتلمي تعرفي ان ده سادة وده بالملبن وده بالعجوة، عشان ما تقطميش واحدة وتبوظيها. خدي بالك من التفاصيل ده كده يا ياسر. تعالى عشان تعلمي الصاجات بتاعتك، ده سادة حتة عجينة، ده من البلبن حتة ملبن، ده بالعجوة أو بالعجمية حتة عجمية في النص كده. قدامك التفاصيل، قدامك أهو. تعالى بعد كده يا ياسر نعمل الإيه؟ العجمية، أدي شكل الكعكة أهو، المقاس بتاعك أنت. ما تقوليش يا حسن تعامله صغير، زي ما أنت عايز أعمل المقاس. تعالى نحط حشو العجمية بتاعتي بعد ما برد. بص أهم حاجة الحشو بتاع العجمية، بصي طري ازاي مش ناشف عشان تستمتعي بيه. يا لازم قدامك اهو طري خالص عشان تستمتعي بيه، ما يبقاش يقطم تحت ايديك. تعمليه بالسمسم بالبندق بالفوز بعين الجمل زي ما انت عايزه. اهم حاجه الكراميل بتاعته تبقى بيضه. بعد ما عملنا الكلام ده نقفل على الحشو والفه اسمغه كويس، وبعد كده احطه على الصاج، وبعد كده اسيبه نص ساعه بعد ما اعمل له مارك يستريح. تعالى كده يا ياسر اهو، زي ما انت شايف كده قدامك اهو التفاصيل. يا جمالك يا تفاصيلك يا عم ياسر. يبقى عندنا حلقه النهارده تعليميه لتفاصيل الكحك بتفاصيله، وبكره اذا احيانا ربنا هنكمل كل معاك الكحك. اريحه بايديا كده اهو زي ما انت شايفه كده اهو، وبعد كده اجيب المارك، المارك اهو يا ياسر، ابصم الكحك بتاعك كل تفاصيلك كده قدامك يا جمالك. اهم حاجه العجينه بتاعتك اللي انت عاملاها تكوني مغطياها كده يا ياسر، مغطياها عشان الرطوبه. واهم حاجه تكون العجينه مسمغه كده، بص مسمغه يعني ايه؟ يعني ملبن يا عم زكريا اهو، تكون مسمغه كده يعني ملبن. بص اهي تكون مسمغه كده يعني ايه ملبن ومغطياها. اهم حاجه بعد ما شكلنا الكعك
سيبناه يستريح متغطي نص ساعة يا عم ياسر. بعد نص ساعة الفرن بتاعك مظبوط على درجة حرارة 180، يعني حرارة متوسطة. تعالى احنا عملنا هنا دي عجينة سادة، ده الكعك سادة، وده ملبن، وده عجوة، وده عجمية. تعالى نسوي اتنين هنا واتنين هنا بعد مرور نص ساعة عليه عشان اوريك التسوية. ادي اول حاجة من الملبن، وادي السادة، وحرارة متوسطة 25 دقيقة. 25 دقيقة يطلع معاك احلى كعك. تعال ندخل في الفرن التاني يا ياسر. اهم حاجة تعملي التكنيك صح، في الاخر النتيجة ليكي صح. تريحيه بعد التشكيل نص ساعة. تعالى كده اهو، يبقى عندنا عجينة الكحك بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها، نعجنها صح، نعمل ريحة الكحك لو احنا قاعدين مش قاعدين في مصر في دول عربية وأوروبية وما عندناش حد بيبيع ريحة الكحك. عبارة عن قرفة، حبهان، وحطيت قرفة وحطيت حبهان وحطيت قرنفل وحطيت كبيبة صيني، نص معلقة نص معلقة نص معلقة باودر، وتحمصيهم مع بعض وضربين في الكبة، وبعد كده تجهزيها. أهم حاجة نستعمل دقيق اللي هو دقيق مكتوب عليه الكحك، مش جميع الاستعمالات، عشان ما يكونش له عرق وما يمتصش المادة الدهنية السمنة بتاعتي. هقول لك تاني المقادير بتفاصيلها. كيلو دقيق، حطيت له معلقتين كبار من السكر، معلقتين كبار من السميد او السمسم الابيض، ربع معلقه صغيره ملح، ربع معلقه صغيره من ريحه الكحك، معلقه كبيره من البيكنج باودر او باكو بيكنج باودر، ولو عايزاه ناعم جدا كوبايتين ونص من السمنه، عايزاه متوسط كوبايتين اتنين، وكوبايه لبن احتاج معلقه لبن تديها معاك لبن. اعجنيه كويس كويس جدا واخدميه وسيبيه يستريح نص ساعه. بعد نص ساعه بتشكلي ساده او بالملبن او بالعجوة او بالعجمية، لكن التريكات والحركات لها ناسها. انتظروني.